وسهلا بحلقة اليوم من On The Looks. اليوم بدنا نعمل ستايلينج للبدوين جاكيت. أنا بكونوا معي في حلقة اليوم، بدنا نعمل ستايلينج مع دانا حراني. هاي جايز، أنا هلأ رايحة على الأوفيس وعملت ستايلينج للبدوين جاكيت. شو رأيكم؟ لبسته مع البو، بس I have a surprise because دانا في الأوفيس. بدنا نشوف كيف عملت للجاكيت ستايلينج. يلا تعال. دانا، انا اول لوك لليوم قررت انه اعمله شوي مش كثير كاجوال، لانه كل حدا بفكر انه هاي البومر جاكيت بس بيلبق له كاجوال مع فلاتس. فقلت انه بدي حتى البلازو والكروب بلازو ولبس الكعب، وبس فجاه فيكم تسهروا بالليل او اذا رايحين تتعشوا مع اصحابكم، او يعني قررت شوي هيدا اللوك التاني لليوم. لبست فستان، فيكم تلبسوه بالنهار، حطيت سنيكرز ولبست جاكيت معهم. كثير سهل تلبس الجاكيت اذا بدكم تلبسوه بالليل مع كعب، او بالنهار مع فستان وتحطوا سنيكرز كمان. فيكم تحطوا جينز. إن شاء الله عجبتكم الحلقة. We'll see you next time. Bye.